السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم نعمان زريوح في فيديو جديد. هذا الفيديو مهم جدا لأننا سنكشف فيه سرا من أخطر أسرار النرجسي، ألا وهو غضبه النرجسي. هذا الغضب المختلف تماما عن أي غضب بشري إنساني. نعم، إنه غضب غير بشري، غضب من نوع آخر. الغضب النرجسي هو من أخطر الأسباب التي تجعل الضحية تبقى دائما مع النرجسي، لا تستطيع الخروج عن هيمنته لأنه يشعرها بالرعب، لأنها تحس أن حياتها في خطر. في هذا الفيديو الحصري الصادم الذي سيكشف حقيقة غضب النرجسي، سوف أتطرق حصريا لأربع أسباب صادمة تجعل النرجسي ينفجر غضبا. وحذاري، لأن آخر سبب سأكشف عنه هو سبب ستسمعينه لأول مرة، أعدك بذلك. سبب غريب، سبب لن يخطر أبدا على بالك، وهو السبب الذي يجعل الغضب النرجسي مختلفا تماما عن أي نوع من الغضب، بل ويجعل هذا الغضب يبقى طول الحياة، أي أنه غضب أبدي. فيديو حصري خطير. قبل البدء كالعادة، لايك ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، وكالعادة اشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي. قبل البدء كالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة لأنها ضحية، للتبسيط فقط. إذا كنت رجلا فما عليك سوى قلب الأدوار، 50% نرجسيون و 50% نرجسيات. تذكروا هذا جيدا، النرجسية لا تعترف بالجنس أو الدين إلى آخره. ما هو الغضب النرجسي أعزائي؟ الغضب النرجسي هو عبارة عن ردات فعل انفعالية غير متوازنة، غير متناسبة مع الفعل ذاته، تكون عبارة عن شتم، عن صراخ، أو عبارة عن صمت. هكذا يعاقب النرجسي ضحيته. لماذا؟ لأنه يفكر كطفل ذي 5 سنوات، هو يبكي، هو يصرخ إذا لم يحصل على ما يريده. هكذا يشتغل عقل النرجسي، وقد يتعدى ذلك بكثير ليصل للعنف الجسدي أو لجريمة قتل. الغضب النرجسي أيضا يتمثل في تشويه سمعتك عن طريق أعوان النرجسي، عن طريق الانتقام منك بطرق شتى، وأيضا عن طريق الخيانة، عن طريق التلاعب، وعن طريق إدخالك في الضبابية والضغط النفسي إلى آخره. كلها طرق تعبر عن الغضب النرجسي الشيطاني الغير بشري. لماذا أقول أن الغضب النرجسي هو غضب غير بشري؟ لأنه ببساطة غير عقلاني، أي أن أسبابه غير عقلانية بالنسبة للعقل البشري. سأعطيك مثلا بسيطا أختي العزيزة، وأعتقد أنك قد عشتيه مع النرجسي. مثلا النرجسي يطلب منك أن تجهزي وجبة غذاء باللحم، ولكن اللحم غير موجود وأنت تخبرينه بهذا، ولكنه يغضب غضبا شديدا لأنه بالنسبة له عليك أن تجهزي وجبة غذاء باللحم ولو أنه غير موجود. هذا أمر غير عقلاني، غير منطقي، ولكن النرجسي يحملك أنت المسؤولية، لأنك أنت التي لم تجهزي هذه الوجبة، لأنك لا تحترمينه، لأنك زوجة غير صالحة، ولأنك لا تأبهين به، لهذا لم تجهزي هذه الوجبة. هنا يكمن التناقض الكبير والاختلاف الشديد بين الغضب النرجسي والغضب العادي. الغضب العادي يكون ناتجا عن سبب منطقي، أما الغضب النرجسي فهو ناتج عن سبب غير منطقي بالنسبة لك
ولكنه منطقي بالنسبة لعقله المريض. النرجسي لديه عقل شاذ، عقل غير منطقي، عقل يفكر بطريقة مغايرة لأنه يعيش في عالم موازي. الآن أريدك أن تنتبهي جيدا وتركزي في الدقائق القادمة، لأني سأكشف عن الأسباب الأربع الصادمة التي تشعل الغضب النرجسي، وحذاري من آخر سبب. أول سبب يشعل نار الغضب النرجسي هو أنك لا تعطينه الاهتمام والانتباه الذي يستحقه. النرجسي الزوج مثلا عندما يدخل للبيت، فعليك أن تستقبليه كرئيس دولة، عليك أن تتركي كل شيء وأن تهتمي به. هو دائما يريد أن يكون مركز الاهتمام ولو على حساب أطفاله. هكذا هو النرجسي، هكذا يفكر. وأيضا عندما تخرجان مثلا وتبدين في حلة أفضل منه، أي تلبسين مثلا أفضل منه، فهو يغضب غضبا شديدا، لأنه دائما ينافس زوجته إذا كانت أجمل منه. هكذا يفكر عقل النرجسي، هذا غير منطقي، ولكن الدماغ النرجسي يشتغل هكذا، الدماغ المنحرف للنرجسي. ومثلا أيضا إذا كنت مريضة فعلا وكانت درجة حرارتك 40 درجة وكنت ممددة على السرير، فسوف يغضب غضبا شديدا وسوف يتهمك بأنك تتمارضين، أي أنك تتصنعين المرض لأنك زوجة غير مسؤولة. بخلاصة، كل شيء لا يتعلق بالنرجسي فهو يشعل غضبه لأنه بكل بساطة يعتبر نفسه إلهاً. ثاني سبب للغضب النرجسي هو عندما تعارضينه. النرجسي يعتقد دائما أنه على صواب، أنه منزه عن الخطأ، أنه لا يخطئ أبدا، وهو لا يعترف بأخطائه مهما كان السبب. تذكري هذا. لماذا؟ لأن النرجسي بقي حبيسا لذلك الطفل الصغير، ذلك الطفل الذي عانى من صدمات، لذلك فهو قد بنى شخصية مثالية، شخصية غير واقعية، غير حقيقية. هذه الشخصية لا تخطئ أبدا، هي شخصية كاملة. فمثلا إذا وجدته محتارا بين أن يلبس البذلة السوداء أو الزرقاء، وطرحت عليه فكرة أن يلبس البذلة السوداء مثلا، فهنا سيستشيط غضبا. لماذا؟ لأنك تجرأت وأعطيت رأيه، أي بالنسبة له فأنت تعتقدين أنه غير قادر على اتخاذ القرارات. هذه بالنسبة له إهانة، جرح لكرامته، لذلك سيواجهك ببركان غضب أنت لم تتوقعينه. هذا جنوني، ولكن هذا واقع معاش بالنسبة لكل ضحية نرجسي. مثال آخر، إذا كنتما تتناقشان في أي موضوع وتجرأت وعارضتيه، ولو أنك على حق على صواب، فسوف يجن جنونه. كيف تجرأت وعارضت هذا الإنسان العبقري المثالي الكامل الذي لا يخطئ؟ أنت إذن عدوة، أنت إذن قد فتحت على نفسك نار جهنم، أنت إذن تستحقين أشد أنواع العقاب. وهكذا سوف يعاقبك بالصمت، بالغضب، بالانتقام إلى آخره. النرجسي إنسان غير عقلاني، وغضبه أيضا هو غير عقلاني. ثالث سبب يوقد نار الغضب النرجسي هو عندما تفضحينه. النرجسي يحافظ دائما على صورته الاجتماعية، هذه الصورة المثالية التي هي رأس ماله الوحيد، لأن داخله فارغ. فمثلا إذا اكتشفت خيانته بالدلائل فهو سيفور، سيغضب غضبا شديدا. مثل آخر، إذا فضحه جار أو صديق وهو يعنفك، فهو سوف يجن جنونه لأنه لا يتحمل
أن يراه الآخرون على حقيقته. إذا فضحته أمام عائلته، أمام عائلتك أو أصدقائه، فهنا ردة فعله ستكون جنونية وسوف ينتقم منك شر انتقام، لأنه دائما يحرص على أن تكون صورته لامعة، صورته براقة أمام الآخرين. لذلك فالأسرة النرجسية تبدو دائما مثالية أمام الجميع، ولكن وراء الجدران الله فقط يعلم ما الذي يحدث. هناك كوارث إنسانية، هناك دراما، هناك معاناة، هناك جحيم تعيشه ضحايا النرجسي في صمت. رابع أخطر وأغرب سبب، سبب ستسمعينه لأول مرة للغضب النرجسي، هو عندما يكتشف أنه إنسان. نعم، النرجسي يعيش في عالم موازي، في واقع آخر، يعتقد نفسه إلها ملكا منزلا على الأرض، ليس كالآخرين، هو مركز الكون. فهنا عندما يواجه الواقع، الواقع اليومي، أن عليه أن يدفع فاتورات الماء والكهرباء، أن عليه أن يصل في الوقت للعمل، أن عليه أن يحترم القوانين، أن عليه أن ينتظر دوره ليدفع في الأسواق الممتازة، فهو هنا يصطدم بواقع أنه من لحم ودم، أنه بشر كالآخرين، أنه إنسان عادي. وهذا الاكتشاف المفاجئ هو الذي يجعله يثور، هو الذي يجعله يغضب، وهو لن يستفيق أبدا من هذا الغضب، لأنه واقع لن يتقبله أبدا، لأن هذا الواقع يظهره على صورته الحقيقية، والنرجسي لا يستطيع أن ينظر إلى المرآة، أن يرى نفسه على حقيقته. هذا كابوس يعيشه النرجسي يوميا، لذلك فهو يغضب غضبا شديدا، لذلك فهو يرد هذا الغضب عليك. أنت من يدفع الثمن، أنت من يتحمل هذا الغضب، لأنك فريسته الرئيسية. هو سيفرغ عليك أنت هذا الغضب، هذا الحقد على هذا الواقع، على واقعه، واقعه الحزين، واقعه المرير الذي لن يتقبله أبدا. هذا الواقع هو الذي يحكم على النرجسي بالغضب طوال حياته، بالغضب الدائم الأبدي، والذي يجعله يعيش تعاسة أبدية. لهذا فهو لن يستطيع أبدا أن يكون سعيدا كالآخرين، لأننا جميعا نتقبل هذا الواقع، نتقبل كوننا بشرا من لحم ودم، أننا نخطئ، أننا نعاني، أن لدينا مشاكل، أن بإمكاننا تجاوزها. ولكن النرجسي لا، النرجسي لن يتحمل هذا الواقع، النرجسي لن يتقبل هذه الحقيقة أبدا. أختي العزيزة، النرجسي على عكس ما يريد أن يوصله لك، فغضبه ليس ردة فعل عادية على القلق، على المشاكل اليومية في الحياة، لا، وراء ذلك الغضب يختفي خوف، يختفي قلق دفين، قلق يأتي من الطفولة، الخوف من الفقدان، الخوف من الإهمال، الخوف من الوحدة. لذلك فهو يستعمل هذا الغضب لكي يرعبك، لكي يخيفك، لكي يتلاعب بك، وهكذا شيئا فشيئا فأنت تفقدين هويتك، تفقدين شخصيتك، وتصبحين دمية في يديه. هكذا سوف يحطمك للأبد، وهكذا لن تستطيعي أبدا التخلص منه. الحل أختي العزيزة هو أن لا ترضخي لهذا الرعب، عليك أن تواجهيه، عليك أن تكوني قوية، عليك أن تفرضي عليه احترامك. وبطبيعة الحال الحل الوحيد لكي تتفادي كل هذه الحرب النفسية، كل هذه الضغوط، كل هذا العذاب،
هو أن تنفصلي عنه، هو أن تقطعي الاتصال، وهكذا تكونين قد عاقبتيه أشد عقوبة، وتكونين قد استرجعت حياتك وحريتك يا أختي العزيزة. إذا أعجبك هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة. أنتظر تعليقك أسفل الفيديو. لا تعلمين كم تهمني تجاربك وآراءك القيمة. في الوصف سأترك لكم روابط لفيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، وروابط صفحاتي الاجتماعية. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة كونوا سعداء.